لماذا استحضر هذه السيدة في نص روائي يعني؟ أخي أحمد، كانت أولاً الفكرة روائية وكاتبة، هي روائية وكاتبة وعندها حياة خاصة. صحيح. نعم. أولاً جيرتريد شتاين هي كاتبة أمريكية من أصول بافاريا من ألمانيا، وعائلتها شتاين يعني ألمان كله معروف طبعاً، ولكنها ولدت وعاشت في كاليفورنيا في نعم. سان فرانسيسكو، ومن العائلات الأرستقراطية الكبرى. انتقلت إلى لندن في فترة معينة بداية القرن العشرين، ثم سنة 1905 انتقلت إلى باريس وعاشت في باريس، ومن أوائل من اشتروا واقتنوا اللوحات من بيكاسو. شو حلو. فمصادفة كنت في الدار لدى باعة الكتب المستعملة، اشتريت سيرة ذاتية، لوتوبيوغرافي داليستوكلاس، السيرة الذاتية لأليستوكلاس. أليستوكلاس هي الصديقة الحميمة لجيرتريد، عاشت معها في البيت في فرنسا، وكانت لها سابق معرفة في كاليفورنيا، التحقت بها وعاشت السيدتان آنستان في بيت واحد. كانت هذه السيدة تخدمها في كل شيء. جيرتريد شتاين تعتبر من مرتكزات العصر الذهبي لباريس، كان بيتها يعني مزارا، حتى إن الأمريكيين كانوا يقولون من يريد أن يذهب إلى باريس لا بد من أن يتردد أو يزور معلمتين، لاتور إيفيل وبيت جيرتريد شتاين، كلهم المدنيين والعسكريين. كان مثلا إرنست هيمينغواي يتردد على بيتها من حين إلى آخر وهو شاب في بداية نعم. مشواره الأدبي، عنده بيت في باريس نعم، بول بولز على سبيل المثال، وكوكتو، و يعني كل كبار ذلك الجيل كله، كل جيل ذهبي يعني باريس في عصرها الذهبي. هلا ذكرت شغلي انه بيكاسو تحسن وضعه المالي وقت اللي صار يبيع لوحات. صحيح. قال هو ان جيرتريد هي اول من اشترى مني لوحة، انقذته من الوضع المأساوي اللي كان. صحيح. نعم. وكان يترد على البيت، ولها كل اسبوع يوم سبت منتدى او نادي ادبي فني يحضره يعني شعراء وفنانين، خاصة باريس، دبلوماسيين وأدباء وشعراء وفنانين ووزراء إلى آخره. على كل حال اشتريت هذا الكتاب مصادفة، ووجدت فيه فقرة زارت سنة 1912 مدينة طنجة هي وصديقتها أليستوكلاس، وتشير إلى أن الزيارة اكتشفت شابا طنجاويا من مدينة طنجة اسمه محمد، تقول هكذا اسمه محمد، ساعدنا كثيرا وعرفنا بالمدينة، وهذا الشاب كان قد كبر في قصر السلطان مولاي حفيظ، وهو الذي أخبرنا بأن السلطان مولاي حفيظ سيتنحى عن العرش، بل ذكر لنا حتى المبلغ الذي سيتسلمه السلطان مولاي حفيظ كي يتنحى عن العرش. تشير في فقرة، وهي حقائق، حقائق تاريخية. نعم. تشير لفتك هذه الفقرة هي التي جعلت منها عتبة النص.